العالمية. تعالوا نروح لأخبار المحترفين المصريين علشان بعديها نروح لفقرة الفيديوهات ونتكلم ونشوف الفقرة المفضلة والمحببة لديكم. أخبار المحترفين طبعا، مارتن كيون نجم أرسنال السابق، كلوب لا ينام بسبب مستوى محمد صلاح، وأن محمد صلاح وهازارد وأجيرو في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي. طبعا يعني إيه بقى القصة؟ ان 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 يورجن كلوب شايف ان هو السبب في تراجع مستوى محمد صلاح في الفتره الاخيره بسبب عدم تسجيل محمد صلاح اهداف في 5 لقاءات، بسبب انه بيلعب في بعض المراكز اللي مش بتتوافق مع امكانيات محمد صلاح. جبت لحضراتكم احصائيه هنا في قناه الاهلي، قلت ان محمد صلاح الموسم الحالي لما كان موجود في مركز الجناح الايمن سجل 4 اهداف فقط لا غير، لما كان موجود في مركز راس الحربة او تحت راس الحربة سجل في 13 مباراة 13 هدف. وبالتالي محمد صلاح بعد الرقابة اللصيقة جدا، وان بعد الزوايا اللي بتكون مقفولة عليه من ناحية الشمال علشان هي رجليه المفضلة واللي بيلعب بيها، انه نسبة تسجيل اهداف محمد صلاح من على الجناح بتكون ضعيفة جدا، عكس لما بيكون موجود مش في مركز راس الحربة، في مركز اللي تحت راس الحربة بنقول عليه لغة الكورة 9.5 او 10. فمحمد صلاح من 13 مباراة في المركز ده جاب 13 هدف، فيورجن كلوب بيفكر جاهدا انه ازاي يعيد محمد صلاح الى مستواه. محمد صلاح وهازارد واجويرو في تشكيله الموسم للدوري الانجليزي. احمد حسن كوكا يودع كاس اليونان على يد لاميا بالهزيمه 4-3 في مجموع المباراتين، وتريزيجيه وكريم حافظ يودعان كاس تركيا. أحمد حجازي لاعب المصري اللي موجود في ويست بروميتش في اختبار جديد مع ويست بروميتش أمام نادي ليدز يونايتد. ويست بروميتش خسر المباراة الأخيرة أمام نادي شيفيلد على ملعبه بنتيجة 1-0. ومعاقبة وردة بعد اشتباكه مع جماهير أيك أثينا، كالعادة عمرو وردة مشاغب في كل الملاعب اليونانية سواء مع نادي باوك أو مع نادي أتروميتوس، ووردة يعتذر لناديه ويؤكد هذا أكبر خطأ في مشواري الكروي. وأخيرا وكيل رمضان صبحي يحذر من أزمة في إنجلترا بسبب منتخب مصر. ابتعاد رمضان صبحي عن المشاركة مع المنتخب ده هيعمل له أزمة كبيرة جدا في تجديد تصريح العمل، بسبب أن واحدة من القوانين اللي بتنص على أي لاعب من الدوري المصري علشان يلعب في الدوري الإنجليزي لازم يكون يلعب مع منتخب بلده في آخر سنتين بنسبة تتعدى 75%. خلصنا مع حضراتكم آخر الأخبار العالمية وأيضا أخبار المحترفين المصريين. هنروح لفاصل وبعدها نرجع لفقرات الفيديوهات المتنوعة. خليكم معنا.